برعاية رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عبر 276 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، وكذلك منافذ أمان التابعة للوزارة والمنتشرة بكافة المحافظات. المستلزمات المدرسية تتسم بجودة عالية وتصل نسبة التخفيضات فيها إلى أكثر من 30%، وهو ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على هذه المنافذ لشراء احتياجات أبنائهم المدرسية. وتهدف وزارة الداخلية من وراء هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع بداية عام دراسي جديد، إضافة إلى إتاحة الفرصة لشراء احتياجاتهم المدرسية من مكان واحد.